في 15 من يناير من عام 1950 غيب الموت عالم الفيزياء المصري الشهير الدكتور علي مصطفى مشرفة الذي لقب بأينشتاين العرب، والذي كان أول من كتب أبحاثاً بالعربية للتعريف بالذرة والقنبلة الذرية. وكانت لوفاته في سن 51 أن تطرح أسئلة ما زالت أصداؤها مستمرة حتى اليوم، ما إذا كانت تلك الوفاة طبيعية أم أن أيادي خفية قد تدخلت لتتسبب في تلك الوفاة. نظرة الناس لعلي مشرفة بتختلف بحسب منظورها، فبعض الناس بيبصوا له على إنه عالم على المستوى العالمي فقط، وناس تانية بتبص له على أساس إنه هو رجل موسوعي الثقافة، في ناس تانية بتبص له إنه هو عمل كلية العلوم وأنشأها وترعاها. يعني أنا بقى ببص لها من وجهة نظر مختلفة، أنا ببص إنه ده مثال حي صادق للوطنية المصرية في مجال العلم. ولد علي مصطفى مشرفة في 11 من يوليو من عام 1898 في حي المظلوم بمدينة دمياط في شمال مصر، وكان الابن البكر لمصطفى مشرفة أحد وجهاء تلك المدينة وأثريائها. تأثر والده في عام 1907 بأزمة القطن الشهيرة التي هزت الاقتصاد المصري، فكان من جراء تلك الأزمة أن فقد الأب ثروته. مشرفة عاش طفولة بائسة فعلا، إن والده توفي وهو في العاشرة ولم يكن له مصدر دخل هو ولا أسرته، فكان لابد أن يقوم بالعمل مبكرا لكي يساعد الأسرة في الإنفاق. كان للدكتور مشرفة أخت تليه في السن وهي السيدة نفيسة، وثلاثة إخوة هم مصطفى وعطية وحسن. يبدو أنه برضو ساعات المشاكل بتخلي الناس تحاول التغلب عليها بأنها يعني بتديها دفعة، فهو الحقيقة بعد وفاة والده واهتمام ويعني أصبح رب الأسرة تحمل المسؤولية بشكل جامد قوي، وظلت هذه الصفة ملازمة له، الإحساس بالمسؤولية والاهتمام بالآخرين ورفع شأنهم. بس والدته بقى في الوقت ده تقدم لها حد عشان يتجوزها وينتشلها طبعا من الوضع اللي هم بقوا فيه وقتها، واتجوزت. التحق علي بمدرسة العباسية الثانوية بالإسكندرية، انتقل بعدها إلى المدرسة السعيدية في القاهرة وبالمجان أيضاً لتفوقه الدراسي. انتقل بعدها إلى دار المعلمين العليا. فكلية المعلمين دخلها أظن يعني لو حد عملها دلوقتي زي كلية التربية، يعني فأظن لو حد دلوقتي عملها يعني يصفوه بالجنان، يعني يبقى طالع الأول على الجمهورية أو الثاني على الجمهورية، وبعدين ما يسيبش، يسيب طب وهندسة والكليات المهمة ويخش كلية التربية أو كلية العلوم مثلا. لعبت دور كبير جدا مدرسة المعلمين العليا اللي هي خرجت أكتر من واحد، سواء مشرفة، أظن منصور فهمي برضو في الفلسفة، اتخرجوا وكانوا يعني عندهم طموح إن هم يبقوا علماء وباحثين. تخرج علي مصطفى مشرفة في مدرسة المعلمين العليا عام 1917 واختير لبعثة علمية لأول مرة إلى إنجلترا، فقرر السفر بعدما اطمأن على إخوته بزواج شقيقته وبالتحاق أشقائه بالمدارس الداخلية، والتحق بكلية نوتنغهام. أول ما راح لندن يعني زي شاب عنده 17 سنة، طبعا متخيلين احنا لو شاب عنده 17 سنة راح لندن ممكن يعيش عيشها زي ما هو عايز ويعمل هو عايزه، لكن اللي حصل انه كتب مذكرات. المذكرات دي كانت حاجة بتنم عن انه شخصية متدينة جدا. حدثت أثناء سفره ثورة عام 1919، فكتب لمحمد فهم النقراشي باشا طالباً العودة إلى مصر، فرد عليه النقراشي: نحن نحتاج إليك عالماً أكثر مما نحتاج إليك ثائرة، أكمل دراستك، فيمكن أن تخدم مصر في جامعات إنجلترا أكثر مما تخدمها في شوارع مصر. انتقل بعد ذلك إلى كلية كينجز كوليدج بلندن، حيث حصل منها على بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف، وحصل على دكتوراه فلسفة العلوم من جامعة لندن عام 1923. ثم كان أول مصري يحصل على درجة الدكتوراه في العلوم من إنجلترا من جامعة لندن عام 1924، وهي أعلى درجة علمية في مجال العلوم. لابد أن نقف أمام هذا التاريخ، لأن سنة 23 من أهم السنوات في تاريخ مصر. المعروف أن مصر حصلت على أول دستور لها في هذا العام، كما أن السلطان أحمد فؤاد تحول بعد حصول مصر على الدستور إلى ملك. الشيء الثالث أن مصر حصلت على أول برلمان منتخب على أساس حزبي، كان فيه حس وطني عالي جدا، وإنه هذا الحس الوطني كان كل المصريين منخرطين فيه. من هنا لا نستطيع أن نفصل بين مشرفة وبين هذا المناخ العام. المناخ العام في مصر بقى الثقافي اللي بدأوا محمد علي بالتعليم المدني، ومحمد علي حتى في بعثاته لم يرسل بعثات لدراسة الفلسفة أو الاقتصاد أو التاريخ، لا دي كلها بعثات في الهندسة والأشغال العسكرية والعلوم الهندسية، وفي الآخر خالص كان بدأ يبعث بعثات في الإدارة لمساعدته في إدارة شؤون الدولة عندما كبرت مهامها. ومن خلال هذه الكوكبة بدأت الناس تعرف، فنشأت الجامعة 1908. لكن الجامعة عندما نشأت جامعة أهلية كما نقول الآن، الجامعة الخاصة، يعني بأموال الأغنياء الذين وجدوا أنه من المهم أن يكون في مصر جامعة. بدأت سنة 8، وكان حتى سعد زغلول الأمين العام للجامعة، وله كلمة في افتتاح الجامعة بتؤكد تساعد على هذا التفكير الحر في العلم. قال: الجامعة لا دين لها إلا العلم. وطبعا لما أنشأت الجامعة المصرية كان في نواة لتكوين قيادات علمية وأدبية. لما جاء بقى تقرر إنشاء الجامعة الحكومية سنة 1925، هو راح اشتغل أستاذ مساعد فيها، وكان معاه معظم اللي موجودين كانوا أجانب بما فيهم عميد الكلية. ثم تمثلت الإدارة، والحقيقة إنه من أوائل الذين شاركوا في تمصير الإدارة الدكتور علي مصطفى مشرفة. هو كان سنة 25 عنده 27 سنة، فهم لما جم يطلب انه يتعين استاذ قالوا له: لا انت صغير. فلما اثيرت المساله في البرلمان وجه سؤال لوزير التعليم: ليه تمنعوه؟ فقال الرد انه لسه صغير. فطبعا تصدوا له وقالوا له: يعني كون الواحد شاطر وصغير ده يعني عقوبه، ما يتعينش. وبالتالي قالوا: طيب نبعت نسال كبار العلماء في العالم يستحق الدرجة دي ولا لا. أول ما بعتوا أظن البور قال لهم: ده ما فيش حد يصلح فيه من عندكم غير هو ده. يعني هو من سنة 25 اتعملت الكلية، أول دفعة اتخرجت سنة 29، برز منهم محمد مرسي أحمد وبعته يدرس الرياضة البحتة ويتفوق فيها. فكان عنده خطة لتنمية المجموعة اللي معاه والاستفادة من علماء الخارج في إنه يبعتهم يكملوا ما هو قد أقام. من أهم الحاجات اللي عملها وهو عميد لكلية العلوم إنه ربط بينها وبين كلية علوم لندن، بحيث إنه كانت الامتحانات بتتحط مشتركة مع بعض، والتصحيح بيتم في لندن. وحامل البكالوريوس من كلية علوم جامعة القاهرة يساوي زميله اللي حصل عليها من جامعة لندن تماما. الدور الثاني اللي قام بيه مشرفة هو العمل المؤسسي في كلية العلوم انه وفي الجامعة عموما، يعني انه التعيينات في الجامعة والترقيات في الجامعة وكده كانت ملهاش قواعد واضحة، لكن هو صمم على انه يبقى فيه قواعد واضحة لكل وظيفة وقواعد واضحة للترقي، وانه المعيار الوحيد في التعيين في الوظائف دي وفي الترقي هو البحث العلمي. ونتيجة انه مشرفة عمله لكلية العلوم اصبح ده النظام في كل الجامعات المصرية في كل الكليات. يقول المؤرخون إن الدكتور مشرفة أرسى قواعد جامعية راقية حافظ فيها على استقلالها، وأعطى للدرس حصانته، وألغى الاستثناءات بكل صورها. وكان يقول إن مبدأ تكافؤ الفرص هو المقياس الدقيق الذي يرتضيه ضميري. في خلال أقل من 10 سنوات كانت سمعة كلية العلوم جامعة القاهرة تضاهي سمعة أي كلية تانية، والمجلة العلمية اللي أنشأها بقت بتتوزع في الجامعات الأخرى. أساتذة من كافة أنحاء العالم كانوا بيجوا يحضروا عندنا. واستمر عميدا لكلية العلوم حوالي 15 سنة تقريبا، وقام بجهد مهم جدا. فكان يعني بيقوم بكل الأدوار اللي بتقوم بيها دلوقتي وزارة التعليم العالي وهيئة البعثات وكل الحاجات دي، كان بيعمل كل ده. كل الجيل اللي لحق بمشرفة، يعني الجيل الثاني، كثير منهم له سمعة عالمية مدوية. دلوقتي احنا عندنا آلاف الأساتذة في كلية العلوم، ويمكن 2-3 منهم بس على مستوى عالمي. يمكن ما تبقى من رمق في الجامعة المصرية القديمة اللي هي جامعة القاهرة إنها لسه يعني فيها يعني حتة كده من إنها تشبه الجامعة بسبب 2 علي مصطفى مشرفة وطه حسين. الجيل ده كان عنده مشاكل أكيد زي ويمكن أكتر من المشاكل اللي موجودة في الأجيال اللي بعد كده، لكن كان قاعد في البلد حاسس إنه بيبنيها، حاسس إنه هو بيقاوم احتلال، بيقاوم جهل وفقر، وكان يعني وده كان بيشبع رغباته، كان بيحسسه بقيمته بذاته. دلوقتي للأسف الناس ما حدش عنده هذا الاهتمام خالص. هو بالتأكيد إن كان في نهضة في الفترة دي اللي فيها طه حسين وأم كلثوم ومشرفة، كان في حركة نهضة، والنهضة دي كان ليها شكل تاني تحت الحكم الناصري مختلف شوية، لكن النهضتين دول ما كانوش ما مشوش مع بعض، ما ساعدوش بعض. يعني الحكم الناصري والحكم العسكري عموما عمل كبت للنوع من النهضة اللي يطلع ناس زي طه حسين أو مشرفة أو أم كلثوم. العلوم الأساسية هي يعني قاطرة فعلا لأي تقدم علمي، لكن احنا في مصر عايزين زي ما بيقولوا يعني النتيجة من قبل ما تبتدي. كل هذا الجيل الذي تعلم في تلك الفترة هدفه الرئيسي هو كيفية الاستفادة من العلم تطبيقياً في نهضة مصر، أو ما نقول مثلاً مشروع النهضة. مشروع نهضة مصر على يد هؤلاء بدل ما أصبح تابع للغرب وأستورد بشروطه، وممكن الشرط يكون شرط سياسي، علي أن أنتج أنا المعرفة في بلدي وأستغني عن الاستيراد، وبالتالي يصبح لدي القوة الذاتية التي تعطي للاستقلال السياسي قوة. المنطلق هو كيف نكون نهضة علمية في مصر. فنمرة 1 لازم يبقى مستوى اللي بيدرسه يبقى مستوى عالي، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه، فلازم يبقى عندك أساساً أساتذة محترمين. عندك طلبة مهتمين بالعلم وعايزين يتعلموا، مش عايزين ياخدوا شهادات. يبقى عندك مناهج راقية وعلى مستوى العالم. لازم تعلم الناس باللغة التي يفكرون بها، بحيث ان احنا اللغة الأم عندنا هي اللغة العربية، يبقى يلزم ان احنا نتعلم باللغة العربية. لازم نربط اللي احنا فيه دلوقتي بماضينا الكبير. احنا عندنا تاريخ لمدة 600 سنة كنا قادة العلم في العالم. الدكتور مشرفة قام مع زميله الدكتور محمد مرسي بتحقيق كتاب الجبر للخوارزمي. ألف كتب مبسطة عن العلم، زي مطالعات علمية، زي الذرة والقنابل الذرية، زي نحن والعلم. واحنا لما نشوف الكتابات بتاعت مشرفة هنلاقي بيتكلم بشكل واضح عن انه التفكير العلمي بيساعد ناس انها تقرر وتختار ازاي في السياسة وفي القضايا الاجتماعية. مشرفة في وقته كان عليه ان يقوم بجهد تأسيسي، كان يشارك في وضع المعاجم العلمية، يشارك في التدريس في كلية العلوم وفي كلية الهندسة، لأنه كان في مجال الرياضيات التطبيقية كان شخصية مهمة جدا. الإضافة إلى أنه أقنع الإذاعة أنها تقدم برامج يعني أحاديث علمية تخاطب الجماهير العامة بعلاقة بين العلم والمجتمع بصورة بسيطة. وعملوا منها من سنة 39 لسنة 42-43 عدد كبير من الأحاديث تناولت شتى نواحي الحياة. سيداتي سادتي، نبدأ الليلة سلسلة أحاديث تنظمها كلية العلوم بالاشتراك مع هيئة الإذاعة المصرية اللاسلكية. ففي مثل هذا الوقت من كل أسبوع يلقى على حضراتكم فصل في ناحية من نواحي العلم، نرجو أن تجدوا فيه متعة وفائدة. لقد صارت العلوم في عصرنا الحالي ضرورة من ضرورات الحياة، فهي لازمة للدفاع القومي، لازمة لاستغلال الموارد الطبيعية في كل أمة، لازمة للمحافظة على صحة الشعب ولتنظيم الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وعندئذ نستطيع أن نركن إلى أنفسنا ونعتمد على مواردنا. كان بيربط دايما ما بين الفنون وما بين العلوم وحياتنا الاجتماعية والقوانين اللي بتضعها الدولة. أثناء ما كان عميد لكلية العلوم أنشأ كرسي في علوم الموسيقى في الجامعة، وده كان لأول مرة. شارك في تصميم آلة بيانو كان بيطلق عليها آلة البيانو الشرقي أو البيانو العربي. ليه؟ لأن هي كانت بتضم في المسافات الموسيقية ما بين الأصوات المسافة الموسيقية اللي بتعرف ب 3/4 التون. عمل بعد كده بحث في المقامات الموسيقية المصرية الحديثة بالاشتراك مع محمود مختار، وكان الهدف من البحث ده انه عايز يحقق او يقيس النسب ترددات النغمات او ترددات الاصوات، ويقيس المسافات ما بينهم لتحديد المقامات المصرية الحديثة بشكل مقنن حديث. ليه؟ لأن المقامات العربية أو المقامات الشرقية معروف إن هي بتختلف من بلد لأخرى حتى جوه البلد نفسها. علاقة السيكة هنا بتختلف عن السيكة في المقام البياتي غير المقام الرسمي. العلاقات دي كلها علاقات مش ثابتة، والنوتة نفسها جوه السلم ده غير النوتة دي جوه السلم ده. في سنة 42 شارك علي مصطفى مشرفة في تأسيس الجمعية المصرية لهواة الموسيقى، ودي كانت خطوة جديدة ما حصلتش قبل كده في مجال الموسيقى. من مهام الجمعية دي إن هي كانت بتعمل ترجمات للأغاني اللي في الأوبرات علشان تغنى باللغة العربية بدل ما بتغنى بلغتها في الأوروبية باللغة الإيطالية أو بالألمانية أو الفرنسية أو الإنجليزية. كانت تجربة رائدة. التجربة دي لها أبعاد في العالم، لأن هي فيها إشكالية دولية. يعني الإشكالية دي بتقول إيه؟ هل إن أنا أعمل الموسيقى دي لما بيكون في أوبرا أو أغنية، هل إن أنا أترجمها؟ هل إن أنا أعربها؟ هل أعملها إزاي؟ هل من حقي إن أنا أعمل كده؟ وهل بيبقى ليها نفس الطعم اللي الملحن الموسيقي أو المؤلف الموسيقي اللي هو طالبه ولا لأ؟ وهم في البداية ترجموا حوالي 10 أغاني، وطبعت للمرة الأولى في برنامج حفل كان بيقدم في كلية العلوم بجامعة فؤاد الأول. أكيد كان في تطلعاته إن يبقى في علام موسيقي متخصص في الجامعة، لكن هو بدأوا بإنه هو كان عايز يبدأ إنه ينشر الثقافة الموسيقية في الجامعة بشكل ما، سواء إنها تدرس بشكل معين، لكن من المؤكد إنه كان في تصوره إنه يبقى في معاهد متخصصة أو كليات متخصصة في الموسيقى داخل الجامعة نفسها. مشرفة يعني نقدر نقول إن هو ضحى، عمل حاجة أكتر بكتير، هو ضحى بمستقبله العلمي. هو كان أكيد كان عالم نابغ في شبابه، يعني بشكل واضح جدا. يعني كان ممكن يقفل على نفسه وما يعملش حاجة غير البحث العلمي المجرد، ويمكن ده يعني أحد الصعوبات في فهم دور مشرفة، لأنه على قد ما إنجازه العلمي وهو بيدرس بره كان عالي جدا جدا جدا، على قد ما إنجازه العلمي بعد ما رجع في البحث العلمي التخصصي الدقيق يمكن كان أقل، بس لأنه كان بيعمل حاجات كتيرة جدا في نفس الوقت. في مسيرة حد اشتغل وابتدى بدري قوي وعمل اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه، النجاحات اللي عاملها بسرعة PhD ومخلص الDSC فقبل ميعادها وكده، ده كنا نتوقع منه يعني انفجار بقى في الأبحاث والاهتمامات وكده. لا، ده كلام مش صحيح. انت لو جبت سيرته العلمية هتلاقي انه كل سنة سنتين بينشر بحث في أرقى المجلات العلمية، لغاية آخر بحث نشر سنة 49. كان علي مصطفى مشرفة على اتصال دائم كل يوم ببحوثه العلمية، فاستطاع أن يواصل ما بدأ من بحث جاد ظهرت نتائجه في البحوث التي نشرها في الدوريات العالمية عام 1929 عن حركة الإلكترون كظاهرة موجبة، وعن ميكانيكية الموجات والمفهوم المزدوج للمادة والإشعاع. ولم يكن هذا إلا تمهيداً للبحث الذي نشره مشرفة سنة 1932 بعنوان هل يمكن اعتبار الإشعاع والمادة صورتين لحالة كونية واحدة؟ وقد وصل عدد أبحاثه في المجلات العلمية الدولية إلى 25 بحثاً. فأبحاث الدكتور مشرفة أنا أعتقد إنها مهمة في وقتها، كانت يعني في المينستريم، كانت في الطريق الرئيسي، مش هي العلامات الفارقة اللي بنرجع لها من دلوقتي ونعلم بيها الكوانتم ميكانكس وتطوره، بس مش مهم. يعني مش لازم إن هو يعني ما نحترمش شغل الراجل إلا إذا كان يعني ديراك أو هايزنبرغ أو كده، لا مش شرط. يعني علي مشرفة في وقته، يعني لما تحسب من سنة 20 لسنة 48 أو لسنة 50 حتى، تقدر تقول إنه عالم على مستوى علماء العالم الكبار. أما أن الدكتور مشرفة هو أينشتاين العرب، فهذا كلام لا يخلو من الصحة. الربط جاي من إن هو ليه بعض الأبحاث في أواخر أيامه مرتبطة بالنسبية بشكل أو بآخر، درس الكورسات دي درسها بشكل جيد، واعتقد انه كان ليه بعض المقالات والكتاب العام ده اللي ادى انطباع ان الدكتور مشرفة، وهو اعتقد ان هو كان يعني اي حد بيشتغل في المجال ده سواء بيعمل أبحاثه في النسبية أو في نظرية الكم لازم يكون فاهم ودرس النسبية وعارفها، لأنه يعني دي مش دي فيزياء، وفيزياء يعني ضلع أساسي. مشرفة كان على علاقة طيبة بأينشتاين، ولما مات مشرفة أينشتاين نعاه وقال إننا خسرنا عالم جليل. أينشتاين حد مشهور والناس والعالم كله عارفه، فلازم نربط بيه، ويقال إن هو مش عارف كتب برقية بعد وفاة الدكتور مصطفى مشرفة وحاجات كده. أنا أعتقد إن الكلام ده كله زي ما بقول يعني لا الدكتور مصطفى مشرفة مسؤول عنه ولا حد من عيلته خالص ولا كده، ده من نسج خيالنا احنا يعني، زي الاساطير اللي احنا بنقعد نصدقها ونبالغ فيها. لما نيجي بقى احنا نظرا لان احنا عندنا دونيه في التفكير، بنتصور ان الغرب دايما احسن مننا، فنقوم نلصق بتوعنا باللي بره. ليه؟ هي ام كلثوم لازم تبقى شبيهه بحد بره. ام كلثوم قيمه في حد ذاتها، عبد الوهاب قيمة في حد ذاته. فعلي مشرفة على المستوى العالمي ما تقارنوش بأينشتاين ولا هو ولا غيره. أينشتاين ده أحد أفزاز التاريخ البشري. على المستوى مصر علي مشرفة هو خير من أنجبت مصر في العلم. لكن هو لا كان ليه علاقة بالقنبلة الذرية ولا النووية ولا غيره، ولا كان ليه دعوة بأي مشروع من هاتم ولا غيره، فأنا أعتقد ملهاش أي رابط حقيقي، غير إحنا بنحاول دايما يعني مش عارف فاهمين غلط إن دي الطريقة المثلى لتخليد رموزنا مثلا. سنة 45 لما ألقيت القنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكي، هو على طول بعدها بست أشهر كان مطلع كتاب الذرة والقنابل الذرية، وكان رأيه إنه الأمريكان استخدموا القنابل دي مع اليابانيين لأن اليابانيين ما عندهمش قنابل، فهو كان يرى إنه وجود القنابل دي أداة ردع، هو يرفض استخدامها إنما يلزم الحصول عليها. ارتبط اسم الذرة في أذهان المصريين باسم الدكتور علي مصطفى مشرفة، فقد كان أول من كتب شارحاً القنبلة الذرية ومطالباً الحكومة بالشروع في عمل هيئة لأبحاث الذرة. وكان مشرفة ملماً بأسرار تفتت الذرة وداعياً لاستخدامها سلمياً في توليد الطاقة وخلاف ذلك من التطبيقات العملية لأبحاث الذرة. الحاجات دي فيها مبالغات، ولا سيما انه اذا عرفنا انه سر الذره، سر القنبله الذريه هي اسرار تكنولوجيه، تقنيه، في التقنيات، وليست اسرار علميه. يعني حتى في الثانويه العامه لو طالب شاطر وواخد مقرر الفيزياء بطريقه جاده فهو يعرف السر العلمي للنظريه، للقنبله الانشطاريه المشهوره بالذريه أو القنبلة الاندماجية المشهورة بالهيدروجينية. واحد زي ده المفروض دلوقتي إن هو يعرف يجيب في ظرف مدة قليلة طريق بحثي على مستوى مشروع منهاتن، يعمل بيه قنبلة ذرية ويهدد الإسرائيليين عشان يقتلوه. وبعدين طب ما هو لو يعني لو هيعمل مشروع بجد وخطر بالطريقه دي يكتبوا ليه؟ يعني ده مجرد اقتراح، على اساس واحد بيعمل اقتراح علني هيروح يقتلوه. موضوع وفاه الدكتور علي مصطفى مشرفة هي موضوع يعني يتناوله الكثيرون، ومن الاشياء التي تطرح عاده في هذا الصدد هو أن الموساد قام باغتياله. هو حقيقي الحاجة الوحيدة اللي أقدر أقول لك حاصلة كانت إنه كان على وشك، قال لوالدتي إنه على وشك إنه يكتشف حاجة تتوجه طول حياته. مسألة تسميمه أو موته مسمما بمعرفة اليهود هو المرجح، وأربطها مع سميرة موسى. ده في نفس إيه التاريخ الموجود، هم حسوا أن مشرفة يمثل خطراً. يعني ما اعتقدش ان الدكتور مشرفة ولا الدكتورة سميرة موسى كانوا هيعملوا القنبلة النووية. هم كانوا يعني من دعامات التقدم البطيء لمصر في اتجاه انها تبقى دولة محترمة. يعني هما الاثنين ما كانوش بيشتغلوا في البحث العلمي التطبيقي، يعني مش زي يحيى المشد اللي كان بيبني مفاعلات. يحيى المشد قتلوا الاسرائيليين فعلا، بس ده راجل كان بيبني مفاعل في العراق، كان مسؤول عن مشروع بنى مفاعل، مش بيعمل ابحاث علميه نظريه. طبعا وارد ما حدش يقدر يقول انها بالتاكيد مش مؤامره، لكن ما فيش سبب يخلينا اصلا نفترض المؤامره. دولة إسرائيل نفسها كانت دولة حديثة العهد. معروف إنه إسرائيل قامت في مايو سنة 48، مشرفة مات في يناير 51، المدة الزمنية حوالي 2.5 سنين. بالتالي ما كانش لسه إسرائيل يعني بقى عندها برنامج نووي، ولا فكرت في إنها العرب لو امتلكوا قدرات نووية هيبقى خطر عليهم. ده كان كلام مبكر جدا على ان هم يهددوا او يقوموا بقتل مشرفة. هم قالوا الكلام ده دلوقتي، ما حدش قال ان هو قال، ما هو ما حدش شك. هم المشد على التاني، على سميرة موسى، على الناس اللي اتقتلوا دي كلها، راحوا حاطين معاهم دكتور مشرفة. العالم بتاع مشرفة اللي هو عمله الثقافي على الاقل مش العلمي مات عشان الافكار دي ابتدت تنتشر. ليه؟ ان انت مشرفة نفسه العالم اللي هو كان عايش فيه بتاع نجيب محفوظ وطه حسين والناس دي ما كانتش شايفه ان احنا داخلين صراع مع العالم خالص، كانوا شايفين ان احنا عايزين نبقى جزء من العالم اصلا. يعني مساله الغرب والشرق دي فيها خدعه. يعني هو الحضاره اللي احنا عايشين فيها، الحضارة اللي كلنا عايشين، اللي كل البشر دلوقتي عايشين فيها، أغلب ما فيها هو نتاج ال 200 سنة اللي فاتوا. ونتاج ال 200 سنة اللي فاتوا تم تقريبا كله في أوروبا الغربية. والولايات المتحدة الأمريكية يمكن في ال 50 سنة اللي فاتوا. فأنت انعزلت عن العالم المعاصر عشان كنت عايز تخش معاه في صراع، وده عمل لنا مشكلة. وهنا تاني بالنسبة للنهضة الغربية دي كانت مهمة جدا. الجامعات بتاعتك اتقفلت، اللي بقيت خايف تجيب اساتذه اجانب يزوروا، مش بتكلمش على ان يسيطروا، انما يزوروا زي ما اي حته في العالم الاساتذه بيزوروا، تصريح امني، تيجي تسافر انت رايح فين؟ تعمل ايه؟ تشتغل مع مين؟ ده الجامعات ما بقتش مكان للفكر الحر، انما مكان للقلق والتشبث والامن والسيطره، وانت اي حاجه بتبتعد عنها، وانت اضعف منها وداخل في الصراع معاها وبتتبهدل. ومع تكرار البهدله بتحس ان مش ممكن انا اكون بالدونيه دي، فاكيد في حاجه رهيبه قوي بتدمرني من ورا. مشرفة ما كانش عنده المشكله دي، ما كانش عنده التناقض ده، كان شايف ان الجانب دي ما هي موجوده، واحنا عندنا ميراثنا الثقافي والروحي واللغوي والادبي وكده، من يعني نستخدمه وندخله جوه نفس الحلقه. احنا لازم نساهم في الحضاره زي غيرنا. الدكتور مشرفة كان مقتنعا بالحضاره الغربيه، بمعنى مقتنع بانه نظام الحكم القائم على مشاركه المواطنين، واكيد انه الملك واعوانه ما كانوش بيحبوا مشرفة، لان مشرفة كان راجل دغري. لو كان في حد موت ابويا فعلا فهو الملك فعلا، او يعني النظام بتاع الملك. كانت علاقة مشرفة بالملك فاروق علاقة متوترة، فرغم أن الملك قد منحه درجة الباشوية سنة 1946، إلا أن مشرفة كان منتقداً للألقاب التي يمنحها الملك، وكان لا يعتد سوى بالدرجات العلمية، ما أثار حفيظة الملك فمنع تعيينه مديراً لجامعة القاهرة، وعين عميد كلية الطب إبراهيم شوقي مديراً للجامعة سنة 1947، ما سبب أثراً سيئاً في نفس مشرفة. ثم تم إبعاد مشرفة عن وكالة الجامعة سنة 1948، وتبع ذلك منع سفر مشرفة لجامعة برينستون بأمريكا حينما كان قد دعي للتدريس بها. المشكلة بدأت بين مشرفة وبين الملك فاروق لما الملك فاروق منح مشرفة درجة البشوية. كان مدير الجامعة اسمه الدكتور علي إبراهيم ومرض، فكان الوكيل الجامعة هو المنتخب هو علي مشرفة. فلما كان المدير غائب كان عيان، كان هو قائم بعمل المدير. كان الملك سعود جاي يزور مصر وهيزور الجامعة، فالذي سيستقبل الملك هو الدكتور مشرفة. فمنحوا الملك فاروق لقب البشوية عشان لما يقابلهم يبقى اللي بيقابلهم باشا. مشرفة في الوقت ده كان في رحلة في الأقصر، ولما رجع استقبله أخوه على محطة القطر وقال له مبروك يا باشا. المفترض إن هو كان يعني يعتبر إن دي حاجة مكرمة اداها له الملك، هو في رأيه لا ده لقب الملك بيمنحهولي، أنا اللي اعتز بيه، لقب دكتور اللي أنا حصلت عليه بمجهودي. بعد ما أعطي أو منح لقب أو رتبة البشوية، طلبوا منه إنه يروح في قصر عابدين، في حاجة دفتر هناك كده للتشريفات بيشكر جلالة الملك على أنه منحه رتبة البشوية. في دايما عندنا مواكب النفاق، يعني من غير سبب تروح مثلا سجل زيارات في القصر الملكي وتكتب كلمتين كده. فعلي مشرفة كان علي مشرفة عادي، فخلوه علي باشا مشرفة. أبويا ما كانش مبسوط بكده فما تشكرش. مشرفة كان معتز بنفسه وفي تكوينه مفيش الشغلانة دي، فيبقى أصبح هنا مشرفة إيه شاذ عن كتير من الطقم اللي حوالين الملك، يعني هو فاكر نفسه إيه يعني. بعد كده دخلت سلسلة من البواخات من الملك، فكانت النتيجة إنه أصبح بينه وبين فاروق خصام. فلما علي إبراهيم الدكتور علي إبراهيم توفى، هو ما حبش يعين علي مشرفة مديراً للجامعة وهو كان مؤهل لهذا، وجاب له واحد من بره الجامعة عشان يبقى مدير الجامعة. فدي طبعاً أثرت على نفسيته وضايقته. وكان وكيل الجامعة ينتخب من بين العمداء، فهو لما كان الوكيل منتخب جم قالوا لأ هنلغي حكاية إنه الوكيل يبقى منتخب من العمداء ويعين، وبالتالي سقط هو عن وكالة الكلية الجامعة وعين لها واحد تاني. ما بقاش فاضل له إلا منصب واحد اللي كان فيه من زمان قوي من قبل ما يجي الملك فاروق نفسه، وهو منصب عميد كلية العلوم. فكرة التعيين دايماً بتعملها الحكومات التسلطية، يقول لك لا ما نخليش الناس تنتخب، احنا أحسن نعين لهم الواحد اللي يبقى ولاء لينا. الخلاف بدأ يتصاعد، كان في جايزة بتعطى اسمها جايزة الملك فؤاد في مجال العلوم، تقدم لها مشرفة أكثر من مرة فلم يحصل عليها. الحقيقة في الفترة دي الدنيا ضاقت بمشرفة وفكر إنه يسافر خارج مصر، لكن الملك كان واقف له بالمرصاد. كان أينشتاين مثلا يعمل في جامعة اسمها جامعة برينستون في أمريكا، جاله دعوة من جامعة برينستون إنه يسافر في العام أظن 47 48، وجهز نفسه على إنه يسافر. المهم انه صدر قرار من رئيس الوزراء كان النقراشي في هذا الوقت بالموافقه، ومشرفه خد اخوه معاه، اخوه عطيه اصغر منه علشان يكون بمثابه سكرتير له. وهو واخوه عطيه مشرفه ده رايحين الطياره، جاله كرداني اظن، قال له الملك رفض انك تسافر. قال له بس أنا مسافر. قال له لا ما ينفعش، بدل رافض إنك مسافر. قال له لا أنا مسافر. وسافر هو وعطية. فعمل إيه مع الملك؟ رفض إنه يبعت له أي فلوس، قال طب خليه يروح. هيتصرف إزاي؟ يعيش إزاي يعني لما يسافر؟ راح لندن طبعًا، لأن لندن دي كانت زي ما يكون بلده التانية يعني. ومن لندن ابتدى يتعب صحيا. فاللي حصل انه بعد كده هو عايز يعيش، قال طيب مش رايح امريكا، امريكا كانت بعيده وعايزه فلوس كتير، فراح يتعالج في سويسرا وما عندهوش فلوس خالص. فاضطرت والدتي راحت مكرم باشا عبيد، كان صحابنا قوي، وكانت مراته صاحبتها، وقالت لها المشكله اللي هي فيها ان علي ما عندوش وما اقدرش اسيبه بالمنظر ده، وكان بيتعالج يعني صحيا بقى. فحطوا الفلوس في البلطو الفرو بتاع طنط عايده مرات مكرم باشا، حطوا فلوس لابويا علشان تسافر بيه بالبلطو وتدي الفلوس لابويا يعيش بيها هناك. وقتها انا اتولدت وما كنت، ما كانش هو موجود. فلما رجع من سويسرا، ودي حاجه دي انا متاكده ان والدتي قالتها كذا مره، لما شافني يعني قال لها انا البنت دي هي خساره، انا مش هعرف بيها، انا قدامي 3 سنين. في مساء يوم الاحد 14 يناير من عام 1950 قبل افتتاح البرلمان بيوم، كان تشكيل الحكومه الجديده قد اعلن، ومن بين أعضائها الدكتور طه حسين. طلب الدكتور مشرفة من زوجته أن تتصل له به ليهنئه، وقال له ممازحاً: هل ستترك العلم يا طه لتكون وزيراً؟ واعتذر لصديقه طه حسين عن عدم قدرته على الحضور لمرضه. وعن هذه المكالمة يقول الدكتور طه حسين: كان صوته ضعيفاً أشبه الأشياء بصوت المتحدث حين يتحرك القطار، يتحدث من النافذة فيسمع إليه الواقفون، وإن حديثه ليتناقص شيئاً فشيئاً. طلب مشرفة الذي كان الإنهاك واضحاً عليه أن يحضر حلاقه الخاص، وبعد ذلك صعد ليستريح في سريره. هو توفى في سريره. أنا كنت موجودة وقتها بالصدفة، لأن أنا كان ما كانش يرضى بحد أبداً يجيله قريب منه يعني، إلا أنا بصراحة، لأن هو حاسس إن أنا مش هيلحق يديني كتير يعني، فكنت أنا أخبط عليه أدخل في أي وقت أشوفه يعني. فكنت طالعة مع دتي، ودتي دي لا غبار عليها نهائي، ومعاها كوبايه الشاي، ورحنا له في اوضته. هو اخذ بق من الشاي ومات. توفي الدكتور علي مصطفى مشرفة عن زوجة و3 أولاد، هم السيدة دولة ابنة حسن باشا زايد، وابنه مصطفى أكبرهم، وكانت سنه آنذاك 14 سنة، وابنته نادية 10 سنوات، وسلوى 3 سنوات. أحدثت وفاة مشرفة صدمة في الأوساط الأكاديمية والعامة، وكان الأكثر تأثراً بخبر الوفاة هم طلبة الجامعة الذين دعوا لجنازة صامتة للدكتور علي مصطفى مشرفة، وأطلقوا عليه اسم شهيد العلم والجامعة، ليكون ذلك أدل لقب على مسيرة عالم أفنى حياته في خدمة العلم والتأسيس للبحث العلمي في بلده. سيداتي سادتي، ليس العلم مجرد حقائق ونظريات، بل العلم قبل كل شيء طريقة خاصة في التفكير. هذه الطريقة هي ما نسميه العقلية العلمية، ونحن أحوج ما نكون إلى هذه العقلية العلمية في ظرفنا الحاضر، لكي ننظم شؤوننا على أسس ثابتة من الحق والمنطق، بعيدة عن زخرف القول، سليمة من الزلل. حتى إذا ما هبت العواصف لم تجد فينا ميلاً ولا وهناً، خرجنا منها واثقين بأنفسنا، فائزين منتصرين بإذن الله. والسلام.